هنبدأ مع بعض على طول حلقة جديدة من هاتها من الشبكة. طبعا كل حلقة بيكون معايا ضيف منورني أو منوراني في الاستوديو. ضيفتنا النهاردة مطربة موهوبة طبعا بالوراثة. والدتها والدتها من أهم نجوم الغنى والطرب في مصر والعالم العربي على مدار سنين. رفضت فكرة الواسطة واعتمدت على موهبتها في الشهرة والنجاح، عشان كده اتأخرت شوية لغاية ما قدرت ان هي حتى تثبت نفسها وتمشي على تراك النجومية. يعني اتأخرت كتير الحقيقة مش شوية. معايا ومعاكم منوراني في الاستوديو فيروز أركان. كل سنة طيبة. طيبة حبيبتي، ربنا يخليكي وربنا كريم علينا كلنا يا رب. اتأخرتي ليه كده؟ اعمل ايه بقى، ظروف. ظروف اعمل ايه يعني، بس الحمد لله. بصي، كل تاخيره دايما وفيها خيره، فانا دايما بحس ان ربنا دايما بيحطنا في الوقت الصح وفي المكان الصح، فما تعرفيش كان العطله دي جايه، اكيد ربنا ليه سبب. اكيد ليه حكمه. هنروح مع بعض، احنا معايا فقرتين في الحلقة. فقرة اسمها مونديال النجوم، بنتكلم فيها على مصطلحات الكورة في حياتك الشخصية، يعني مين هتديه كارت احمر، مين هتديه كارت اصفر، الكلام الكبير ده. بعد كده هنروح لهنا موسكو، هنتكلم في الكورة بصفة عامة كده، وبعدين نروح بقى بره الملعب نتكلم مع بعض عن حياة يعني المزيكا بقى والغنى وكل حاجة في حياة فيروز أركان. نبدأ مع بعض مونديال النجوم، يلا بينا. مين اخر حد اديتيه له كارت احمر وطلعتيه بره حياتك؟ سؤال صعب جدا. لا، في حد طلعته بره حياتي، اديته كارت احمر اخير طلعته بره حياتي، كان قرار. بتقدري تعملي تاخدي قرار فجاه ان انت تقطعي مع حد مره واحده؟ بصي صدقيني مش فجاه، مفيش حاجه بتيجي فجاه. هو المشكله في التراكمات لما بتزيد، فخلاص بقى ببقى مش قادره، فلازم كارت احمر يطلع على طول. على طول من غير تردد. طب والكارت الاصفر اللي هو انذار؟ لا والله انا ما يعني لا، مفيش غلط دلوقتي خالص، كارت انذار بصراحه خالص. بتاخدي احمر على طول؟ حلو، انا احب الاكشن. هو صعب، خدي بالك جدا. بس انا بحس ان ده امر مطلوب جدا ومهم بصراحه. ايه الفرصه اللي ضيعتيها وندمان عليها لغايه النهارده؟ لا، انا قعدت كل ده بصراحه برده، يعني اللي بيصبرني دايما بحس ان ربنا يعني مأخر حاجه اكيد لسبب، فبقعد افكر اقول خلاص اكيد ربنا ليه حكمه، فخلاص ما بتعبش نفسي في التفكير قوي. يعني اكيد في حد بيلعب دور بلاي ميكر في حياتك، مين اللي بيلعب الدور ده؟ لا والله في كتير على فكره، عشان هم كلهم مهمين. خدي اللي موجودين في حياتي مهمين قوي، ابويا مهم جدا، امي مهمه جدا، اخواتي، خطيبي، ابني، كلهم مهمين في حياتي، فبالنسبه لي هم ارائهم مهمه قوي في كل حاجه في حياتي. اكتر حد بتاخدي برايه، يعني لو كلهم مثلا مختلفين تاخدي براي مين فيهم؟ ابويا. في خطه معينه رسمها لحياتك في الفتره اللي جايه؟ يعني كل حد بيبقى ليه خطه ماشي عليها، يقول لك خطه خمسيه مش عارفه ايه الكلام ده. لا ان شاء الله الايام الجايه بقى تلاقيني دايما متواجده، يعني طبيعي الالبوم خلاص نزل، فدايما هبقى متواجده في كل حته ان شاء الله باذن الله. كمان برضو عزيز شافعي اللي هو المنتج برضو ورايا، فهيز بوشينج مي جدا في الموضوع ده، فان شاء الله ربنا بس يكرم يا رب، وبقى الناس يعجبهم الشغل وان شاء الله خير ان شاء الله. في اكيد هدف انت حاطاه في دماغك، ايه الهدف اللي انت عايز توصلي له؟ بصي، هو خدي بالك انا عندي مسؤوليه كبيره قوي، اللي انا بنت ناس معينه في الوسط الفني، فلازم ابقى قد المسؤوليه دي واوصل للهدف اللي يليق باسمهم، واسمهم بالنسبه لي كبير جدا، فلازم ابقى متواجده على حسب الاسم الكبير ده في مكان مهم قوي، فيا رب ربنا يقدرني ويبقى في المكان ده ان شاء الله. نروح بقى لهنا موسكو ونتكلم في الكوره. توقعاتك ايه لكاس العالم السنه؟ تفتكري ممكن ناخد كاس العالم؟ يا رب. بصي، مفيش حاجه مستحيله على ربنا اكيد، واحنا معانا ناس جامده جدا على فكره. جدا يعني، فان شاء الله ربنا يكرم. يعني معانا محمد صلاح، ده لوحده كده كات اخضر كده يخش في اي حاجه بصراحه، محمد صلاح. بصي يعني الحضري يمكن بقاله 45 سنه ولسه بيلعب. طبعا لا، ده السد العالي، ده ما حدش يقدر ينساه اصلا، ده حاجه مهمه جدا جدا معانا كمان. طب تجربه زي دي تاثر في حياتك ازاي؟ لا، اصرار ابن لذينه، عنده اصرار وعزيمه فظيعه، بيشتغل على نفسه جدا ومؤمن جدا وبيحب اللي هو بيعمله. خدي بالك، وانس ان انت حبيتي شغلك وعندك كده خلاص انت بتحبيه ومكمله فيه وربنا كرمك فيه، فدي حاجه عند يعني اصرار وعزيمه فظيعه. يا رب اوصل للاصرار ده يا رب بجد. كده خلصت هنا موسكو، هنروح لفاصل وبعدين نرجع بقى نروح بره الملعب بقى ونشوف فيروز أركان عامله ايه الفتره اللي جايه. يلا بينا. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه، خليكم تابعين الراديو 90 90 وهاتها من الشبكه، ومعايا فيروز أركان.
رجعت لكم مره تانية ولسه مكملين مع بعض هاتها من الشبكه، ومشرفاني ومنوراني فيروز اركان، وهنتكلم في بره الملعب بقى وحياتها الشخصيه دلوقتي. خطوات فيروز الغنائيه اتاخرت شويتين ثلاثه، والحمد لله تكللت بنجاح بالالبوم اللي نزل. ايه الخطوه اللي هتعمليها بعد الالبوم؟ هو ان شاء الله اكيد هيبقى فيه كليب لسه، بس مش عارفين هو. بصي يعني هو واحد، انا مكتفي بواحد عشان انا عايزه اركز قوي في السوشيال ميديا وفي الحفلات اكتر. فانا دلوقتي هركز بسرعه في الحفلات وفي السوشيال ميديا اكتر من الكليب. يعني بالنسبه لي السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي المهم مش الكليب. عندك حد متابع السوشيال ميديا غيرك ولا انت بس؟ عندي اكيد في الشركه بقى، عند عزيز شفعي، هم ماسكين الدنيا دي كلها. التعاون بينك وبين عزيز، بما انك جبتي سيره عزيز، جه ازاي؟ بصي جه في اعمل ثوره، اول دويت وانا وعزيز اشتغلنا فيه مع بعض، ومن ساعتها بقى يعني بقى في صداقه وبقى في ارتباط فني، في عارفه في كيمستري ما بيني وما بينه. لما بيسمع اغنيه بيحس ان دي هتبقى حلوه بصوتي، وفعلا تطلع حلوه بصوتي. يعني هو لا هو فنان بصراحه. يعني في اغاني كتير جدا في الالبوم نزلت انا بتاع 2 3 تمام ما كنتش مقتنعه بيهم قوي، لما حطيت صوتي عليهم اللي هو يا نهار ابيض يا عزيز، اللي هو ازاي كده انا قوي، فاهمه ازاي، ولازقين جدا على صوتي وحساهم انا. فلا هو عزيز بصراحة فنان يعني، والحمد لله انا مبسوطة ان احنا في شراكة كويسة ومحترمة، عشان هو فعلا بني ادم محترم مش بس فنان كمان، فدي حاجة سعيدة بيها الحمد لله. ربنا بيوقف لي دايما في طريق الناس المحترمة اللي زي عزيز. كونك ان انت بنت اركان فؤاد وبنت نادية مصطفى، اثر عليكي بالسلب ولا بالايجاب؟ اكيد بالايجاب، اكيد بالايجاب، بس يا رب ما يكونش في سلب بعد كده بقى. يعني برضو خايفه بقى مامتك، يعني ساعات مثلا يقولوا صوتك شبه مامتك، او مامتك بقى اللي زقتك في الموضوع ده. والله العظيم يا جماعه ما حد زقني خالص. بالعكس، عايزه اقول لك على حاجه، بابا وماما ما كانوا رافضين خالص ان انا اخش المجال خالص. يعني انا اللي حابه الموضوع وما اعتمدتش عليهم بقى نهائي، انا كل ده مجهودي الشخصي، انا سعيت اللي انا ابقى موجوده. اكيد ادولك نصايح، ايه النصايح اللي ادوها لك اما جيتي تقولي انا هدخل الفن؟ كتير كتير يعني. بصي في الغنى بقى وفي كل حاجه تتعلق بالفن، بلس تعاملي ازاي مع الناس. خدي بالك هم دايسين اكتر مني بكتير في الوسط، فعارفين مساوئه وعيوبه، عيوبه ومميزاته. فكانوا دايما بابا كان دايما بيعمل لي هايلايتس في الحاجات اللي لازم انا كبنت برضو خلي بالي منها. خدي بالك، والحمد لله ابويا في عادات وتقاليد عندنا في البيت يعني صعيده، فاهمه ازاي، ارجع البيت الساعه كذا ومش عارفه البس ايه، والجو ده ما بيوفقش باي حاجه يعني خالص. هيز نوت اوبن مايندد بيرسون خالص. ودي حاجه انا حباها وحبيتها اكتر لما جبت ياسين، بقيت عارفه يعني ايه ان انا اخاف على ابن، اخاف اما عليه في كل حاجه. الخوف اللي بيجي نتاج الحب بالظبط. ليه ما شفتكيش ديو مثلا دويتو بينك وبين همزه اختك؟ يا ريت. همزه دي صوتها تحفه، عشان بس تبقي عارفه. لا لا لا، بقول لك ايه، همزه صوتها حلو جدا، انا بعشق صوتها. انا ساعات وانا قاعده في البيت بقول لها ممكن تغني لي شويه والنبي، ومثلا لو ساعات عايزه احفظ اغنيه خليها تغنيها لي وبعد كده انا اغنيها. صوتها بموت في صوتها. طب ما غنيتيش معاها ليه؟ ديو كده صغير ولا حاجه؟ يا ريت يا ريت. هي دلوقتي للاسف عاشت بره مصر، عندها شغل بره مصر، فيا ريت ترجع، ونفسي طبعا اغني معاها، دي حبيبه قلبي. ما فكرتيش وريم طبعا؟ على فكره عايزه اقول لك على حاجه، بقول لك ايه، احنا الثلاثه صوتنا حلو جدا. ولاد مين يعني انت بتهزري؟ لما يجتمع مع بعض انا وبابا وريم وهمسه مش قادره اقول لك بنعمل ايه، وماما. فلا الموضوع مشكله يعني. ما فكرتيش ان انت تعملي البوم مثلا لما تاخرتي في الفتره اللي فاتت، او حتى تبقى خطه جايه ان انت تعملي البوم على الانترنت على اليوتيوب زي مثلا ما دنيا سمير غانم عملت قبل كده؟ لا ما فكرتش، وما اعرفش، ما جاتش في دماغي بصراحه خالص. هي فكره حلوه جدا اللي انت بتقوليها لي، بس ما جاتش في دماغي بصراحه. اهو فكره اهي حلوه جدا. انا بجد اتبسطت جدا لوجودك معايا النهارده، شرفتيني ونورتيني في راديو 90 90، يا رب دايما تبقي ناجحه في حياتك. يا رب امين، ربنا يخليكي. ثانك يو، رمضان كريم علينا كلنا، وثانك يو بجد ليكي حبيبتي. ثانك يو، ميرسي جدا. و 90 90 ربنا يخليكي. ثانك يو، ميرسي جدا. بكده خلصت حلقتنا النهارده من هاتها من الشبكه، بكره ضيف جديد وحلقه جديده. كنت معاكم غدير حسين، اقول لكم سلام.